زي ما شفنا بعض المبادرات اللي اليومين دول موجودة بتساهم في يعني رفع الروح المعنوية للجميع، مبادرة خلاقة جدا من هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في هيئة قناة السويس، انه السفن اللي بتعدي في القناة تحيي أطباء مصر. يعني دي بقى رسالة للعالم كله وليس لمصر، لأطباء العالم كله، لكل من يتعاملون باسم الإنسانية في هذا الأمر. خلونا نعرف أكتر تفاصيل عن هذا المشهد الراقي من المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. باشمهندس يحيى مساء الخير. مساء الخير أستاذ خالد، أهلا بحضرتك. اسمح لي حي حضرتك على الفكرة، يعني هي فكرة تخرج عن إطار المحلية للعالمية، جت ازاي وكيف نفذت؟ ده حقيقي يا فندم. هي الحقيقه المبادره دي هي اسمها اصداء الامل، دي الحقيقه اطلقتها مؤخرا الهيئه الاتحاديه للمواصلات البريه والبحريه بمبادره من مواني ابو ظبي، واحنا الحقيقه مساهمين في هذه المبادره في المنطقه باكملها، يعني الامارات والسعوديه ومصر. الهدف منها في الظروف طبعا الحاليه ان احنا ندي حاجه رمزيه للتعامل مع الجنود اللي حقيقي واقفين في الصف الاول، سواء الاطباء، سواء العاملين في المواني، سواء المتعاملين ايضا في خدمه المواني، لان دول لو حضرتك تعلم بيشتغلوا 24 ساعه. احنا في الظروف القاسيه اللي احنا فيها المواني يجب أن تعمل ويجب أن تساهم في الاقتصاد ويجب أن تساعد على توفير المستلزمات الدولة ويجب أن تساعد أيضا على تسهيل إجراءات التصدير اللي بنقوم به. فالحقيقة عندنا يعني جنود حقيقيين بيشتغلوا في هذا العمل بشكل مباشر. احنا يعني بنذيع الصوت وأثناء كلام حضرتك لأن هذا الصوت أقرب إلى قلبك أتخيل، يعني فهي دي يعني هي دي الفكرة اللي العالم كله النهاردة بيشيد بيها. بالضبط، يعني هي كانت عبارة عن 15 ثانية مش أكتر، كل السفن وكل القاطرات اللي موجودة في الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية أطلقت النفير بتاعها بغرض أنها يعني مبادرة رمزية للمساهمة في تحية للعاملين في الموانئ، سواء في مجال الصحة، سواء في مجال تداول البضائع في المواني، سواء اللي بيساعدوا فيها. يعني الحقيقة عندنا عدد ضخم من الناس الحقيقة بيشتغل بقلبه مع أخذ طبعا كل الاحتياطات اللازمة في الفترة الحالية، سواء صحيح. على أرصفة المواني أو في السفن نفسها كإجراءات سلامة، لكن الحقيقة الناس بتشتغل شغل كبير، وكان من الواجب ان احنا يعني بحاجه رمزيه الحقيقه لساعد في، لا هي رمزيه وتؤدي الى معنى كبير. صحيح، بشكرك يا فندم وبشكر كل القائمين على هذا العمل، وتحياتنا لكل من يعمل في المواني المصريه تحت كل الظروف. مهندس يحيى زكي بشكرك شكرا جزيلا.